عليكم صافي بليزير دو فوزاكوير دون نوفيل سيسيون دو فوتر ايميسيون ارسماك. نتمنى بلا نهار تكون زوين وكاع الناس اللي خارجين من الخدمه ابري لونغ جورني طراي بشو عليكم غنستونيوكم غنمزكوكم وسورتو غنونسوكم باسكو اليوم ارسماك كيما كتعرفوا كنمشيو نقلب لكم على لاكريم دو لاكريم. اليوم جبنا لكم كعب غزال, جبنا لكم الطراوه, جبنا لكم الكاطو, جبنا لكم التبوغي, جبنا لكم الصوص, جبنا لكم الشمال, جبنا لكم سيدي كاع داكشي الزوين. اليوم معنا ميستر معتز ابو جوج سيغ ميدينا اف ام. هاي معتز مرحبا بك. الله يبارك فيك. نهار كبير. شكرا. مدخم. مخير. مزيان العائلة. الله يحفظك الله يكبر بك. شكرا انك يعني تقبلتي الدعوة. بكل فرح. انا كرهتي شي شحال هذا. جيتي اكزاكتومون, ولكن عندك انشغالات وتبارك الله عندك التزامات والحمد لله انك عاود جيتي بالجديد عاوتاني وديما داكشي بميكتو. ما جيتيش بوحدك, معك واحد السيد فنان اللي كيعجبني بزاف, مسيو انوار مقدور. اليوم سبيسيال, اليوم مع ميستر معتز اي سان في بليزير والله. سبيسيال سبيسيال مع الناس اللي سبيسيال, حيت بجوجكم ديو خطير. الله يحفظك. عجبني ستون داكشي واعر. ان توكا مرحبا بك. نبدو نقولوا بلا معتز ابو جوج كري ان ستيل ديالو دابا, وهو هو الحقيقه هذا المفروض اللي خصو يكون, لان هذا الشيء هذا باش كنخرجوا بهذه النتيجه كيكون فيها تعب كبير, وكيكون فيها هو التفكير هو التعب. لو كان التعب البدني كيهون الواحد, كينعس ويفيق كيفيق مرتاح. من البال ملي كيكون خدام انك خصك تخرج شي حاجه اللي كتكون مختلفه وفيها افكار والانسان ما كيملش منها, هذا هو التعب اللي كيرافق القطعه في التحضير ديالها او في الاختيار ديالها او في الموديفيكاسيون فيها او في التوجيه ديال الدخله ديالها. والخرج هذا كامل كيتعب الدماغ. فهذه هي الطريقه اللي الواحد يحاول يكري فيها واحد الستيل خاص به, وكنتمنى انه نكون احنا توفقنا في هذه المساله هذه. موفقين يعني الطريق المزيان هو هذا. ما عندي ما نقول تبارك الله, غادي في الطريق الصحيح. داكشي زوين. وانا بعدا كيضربني سي اوريجينال, كتحسب شي حاجه اللي هي جايه اكسجين كتنفس, ماشي داكشي اللي مولفين, ماشي داكشي اللي كلشي كيدير. ما متبعش ديك السهوله ديال انك تمشي للخليجي وبزاف الامور. يعني كاين امور اللي عجبوني انايا كمتلقي وك واحد في الدومين وبزاف ديال الامور, يعني كان من فريشور. وكفنان عثمان ذوقك كيهمنا بزاف. خوك وحبيبي. الى وانت بس الى لا انا وانت وحنا كاملين. الى عجباتك بهالطريقه وانت, لان الفنان كيكون سامع بزاف ديال السيلات ومغني بزاف ديال السيلات وعارف الموسيقى, فكيكون طالع له هذا الشيء في راسه. شي حاجه زوينه اللي جات نفست لي دماغي. صافي اذا صافي. ما كتسمعش نفس النهج نفس الحاجه نفس الايقاع نفس الكلام. لا صفقوا على عثمان. بيان سور اخي معتز اذا سمحتي بغيت نذكر شويه مع ميستر انوار. نسولو حيت انوار بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوكش اخويا انوار مقدور شويه لو جيني لو كرياتور ديال هاد الموسيقى, ياك انت هو لا تيت بونسونت اون فادير. دونك بيناتكم وزيت اون ايكيب, كاين الكوتش وكاين اللعاب, كاين كريستيانو رونالدو كاين زيدان. حيت انا مدريدي. المهم ما تقوليش انت برصاوي ما سوقنا. انا برصاوي. المهم ماشي سوق انت, انت رونالدو. انت رونالدو هو زيدان. دونك هضر لي اخويا انوار على ليكسبيريونس ديالك مع معتز. علاش بدات معتز وما خدمتيش مع شي حد اخر في تطوان؟ لا خدمت مع بزاف, ولكن مع معتز بالضبط اش غادي نقول لك. انا معتز كنت فاهمه بزاف, ويمكن هو من الناس الاولى اللي امنوا بي يعني. وصراحه الله انا نقول لك مثلا مين كتكون يعني كتكري شي حاجه جديده, يعني قليل اللي ممكن يامن بك خصوصا لما كيزعم معاك. بالضبط. معتز يعني شاف العمق ديال داكشي اللي عندي, وبيان سور مع الاكسبيريونس ديالو اللي عنده هو قبل ما يعني قبل ما نخدموا انا وياه, يعني ديجا عنده تجربه يعني كبيره بزاف. هذيك التجربه مع الموهبه ديالي يمكن عطات شي حاجه جديده, والحمد لله داكشي اللي بغينا كان سيكسي. هو خي معتز الرهان كان في الموسيقى, يعني في الاول في عقلي فقد عقله, واش غتقبل ولا ما تقبلش؟ حيت ملي كتسمع في الاول داكشي اوريجينال قريب للهنود, عربي مغربي شعبي ما فهمش في الاول كيخلع, ولكن ملي كتسمعو كعاود تسمعو كيلصق لك في الدماغ. دونك انت واش قبلتي الرهان في الاول؟ كي كانت رد الفعل ديالك النهار كي تبروبوزات عليك عقلي فقد عقله؟ من 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 يلاه تسالت القطعه, سمعت الديمو قلت له بلي هذه الاغنيه ديالي, لانه هو كان كيعتقد ماشي كيعتقد كيقول بالعربيه بلي هذاك الحمق. حنا هاد الهضره هضرنا فيها بزاف, وبما اني ما بغيتش نعاود كنفتش على شي مفرده واحده اخرى باش نقول شي معلومه جديده. المهم خلي هاد سمع هاد الحمق, ومن اللي سمع ديك الحمق قلت له هاد الحمق يغني هاد الحمق هذا وصافي, وزدنا عليه هذاك الروتوشات ديال الدقه المراكشيه وداك الشيء هذا وطلعت الحمد لله. داكشي اوريجينال مزيان. وكنت يعني متوقعه من الاول, يعني ماشي قلت ممكن وكذا وهذا. صافي عرفت شي حاجه اوريجينال شي حاجه جديده, وانا مع ديك المغامره مع ديك المجازفه ما عنديش مشكل. وهذا هو الفنان. الفنان مره كيغامر فنيا ويجدد راسو ويدير حاجه جديده. دونك خي معتز عندك مسيره كبيره تبارك الله, يعني شفت انا البريسبوك ديالك داكشي اللي قريت راه شنقول لك
راك ماستر وخير مزعبط ماستر في الموسيقى يعني مده وانت في الموسيقى تبارك الله. ولكن يعني نقدر نقولوا للغون بوبليك ما عرفك حتى انك قلبتي الفيستا ودرتي معتز جديد. صحيح صحيح. يمكن علاش علاش الاختيار بالذات في هذا الوقت؟ يمكن الحاجه ملي كتقسم على جوج كتولي نص. انا صحيح اني كنغني, صحيح ان الناس شهدوا لي اني عندي موهبه الحمد لله في الغناء من 2010 ملي بديت. انا بديت في 2010, لكن انا كنت كنعمل بزاف د الحوايج. انا كنكتب ولحن افكار ديال التوزيع ومخطط كيف نبان وفين نبان وامتى نبان, وكنعمل غير هذيك الطريقه اللي انا باغي باغي هذه الطريقه نبان بها وماشي شغل فيها حتى شي واحد. يمكن بعض الاغاني كنعملهم كنت حتى الدار ما كنبغيش نسمعهم, حتى كنقوز في الكلور الدار ما كنسمعوش بلي انا شنو كنوجد. أوكي. ما كنبغيش نتشاور. فملي بدلت استراتيجية كانت الانطلاقة وأنا كنقول عقلي فقد عقله كانت محدودة وأنا محدود بها أكثر, لأن غير نزلت مجموعة يعني نزلت الناس في حالي تبدلت الوجهة النظر ديالي فيها في طريقة ديالي وطريقة الغناء ديالي في عقلي فقد عقله تبدلت على جوش الألبومات اللي غنيت من قبل, لأن عندي أغاني أعطيناهم دقيقة وعندي غزالة وعندي وعندي. فيمكن بسطت الأداء شوية, الكلمات كانوا مناسبين بزاف ديال الاغنيه, اللحن كان قريب للناس, الجمله كانت سهله بسيطه, الموديفيكاسيون اللي عملنا فهادو عوامل كامله اثرت وخلت الاغنيه توصل بهذيك السرعه. ان توكا انا من الناس اللي عجبهم هذا الرهان ديالك وسورتو هاد لا بريز دو ريسك باسكو كانت صعيبه وعجبني الحال. عجبني الحال باسكو هذاك الشيء زوين. انوار عرفتو قبل ولكن هكا تعرفتو معاك وبزاف الناس عرفوا الخدمه ديالكم زعمتوا بيناتكم سان في بليزير يعني انكم تثقوا بيناتكم. وحنا مازال كنهضروا على تطوان وكنهضروا على الناس ديال تطوان بيناتهم الناس ديال الشمال كاين شي حاجه زوينه بيناتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وي بونسوار مولاي, اش اخبارك؟ السلام بارك الله فيك, مع محمد وجده خويا. مرحبا سي محمد, اش اخبارك؟ الله يبارك فيك. سي لا بروميير فوا كو جابيل مدينه اف ام. مرحبا. اون اسبير كو سا فا بيت لا ديرنيير. كنت في لا فواتور وشفت باغازور جو ميسيو طومبي في لي فريكونس ديالكم. مرحبا خويا. مرحبا خويا محمد, كنسمعوك. الله يبارك فيك. المعتز كيسمعك, خذ راحتك تفضل. الله يبارك فيك. بغيت نجمادريس للسيد المعتز ابو زوز. الله يحفظك. اولا غير واحد بيتي رومارك, يعني مزيان مزيان اننا نتقبلوا المجاملات ولات موضه في هذا الوقت. صحيح. مزيان اننا نتقبلوا الانتقادات. انا ملي كنسمع يعني في واحد المقطع ضارب الدنيا بركلاتو, ولا كنسمع قلبي في خطر ديتو للسبيطار خرجتي لي في التحاليل, كنعرف بان الاغنيه المغربيه بخير. انا بغيت نعرف غير هاد الكلمات المبتذله اللي ولات كتلحن دابا هذوك الكلمات اللي عطيناهم شي طفل ديال القسم الاول والقسم الاول راه ممكن يعطينا محسن منهم. فاحنا بغينا نعرفوا انه الفن هو سيت اون فالور اجوتي, ولكن الا كنا نسمع واحد الكلمه متداوله في الشارع ونجيو نوظفوها في اغنيه ونقدموها للجمهور, الشارع حنا عارفينه انه الفن يعني كينقل واحد المسائل السلبيه بواحد الطريقه جماليه. صحيح. يعني الفن سيت اون فالور اجوتي. ولكن اذا مثلا انا جلست في القهوه وقلت مثلا انا جلست في القهوه ضمانديت الحليب والقهوه والحليب مثلا ضمانتي الحليب والحلوى وغادي نديرها في اغنيه. انا بغيت نعرف غير الميساج اللي كنقدمو. وملي كنشد واحد الكلمه وكنقولوا انا ضرب الدنيا بركلات وكنعطي واحد الصيغه ديال اللغه العربيه, واش ما كتبانلكش بها هذه واحد الجريمه لغويه تاريخيه؟ ممكن. لان وليداتنا دابا كيسمعوا هذه الكلمات غادي يولي داخل الدار يقول لك انا يا مشيت للسقايتون وخديت الكاسون وشربت الماء. يعني واش انا حنا ما بغيناش نديروا البث, حنا بغينا نديروا شي اغنيه اللي تكون دابا ما غاديش نستهدفوا واحد الفئه, لان المجتمع المغربي فيه فئات كثيره. اذا كنا غادي نستهدفوا واحد الفئه سلبيه بان في المجتمع راه كاين وليدات كيسمعوا. دابا لي راديو كيباسيو هاد لي شونسون بارتو, كنسمعو في لي طاكسي في لوبيس في الاماكن العموميه. ولادنا يعني ولادات الصغار بحكم انهم في هاد الوقت هذا ملي كياخذوا شي اغنيه ما غاديش يمكن هو غادي تاثر باللحن, ولكن الكلمات راه يعني الكلمات في حد ذاتها بعض المرات كتكون سموم قاتله. دابا ولينا كنشتغلوا على اللحن وكنديروا هذاك الخدعه في الكلمات, وانا ملي كنشوف هاد الكلمات هذه ما عرفتش انا واش بهذه السهوله ولينا كنكتبوا بهذه السهوله ولينا كنلحنوا. لا هو باش تعرف خصك تعطينا فرصه نجاوبك, لان ما يمكنش تسول هذه الاسئله كاملين متواصلين وحنا ما نقدروش نفسروا لك الاولى من الثانيه من الثالثه من الرابعه. اعطينا فرصه باش نقدروا نجاوبك.
لا انا غير كنت باش نعقب نخلي لك الفرصه ديال التعقيب. حيت محال ما بانليش غتخلي لي فرصه محال. لا يعني انا نعطيك لي غومارك لان مزيان تكون عندك ثقه في النفس، ولكن انا بغيت نعرف الميساج دابا. الكلمات عندها معنى، اما انا نشد انا واحد الكلمه. طيب محمد اذا سمحتي لعابك نقاطعك، الفكره يعني باينه واضحه ووصلتنا. اذا سمحتي دابا يعني جو بونس كلشي تلقى الفكره ديالك، والسؤال ديالك واضح ويعني من حقك الى قديتي تعطي حق الرد لخاي معتز باش انه يحاول يقنعك ولا يوصل لك الفكره ديالو حتى هو. اول حاجه نصحح لك غير واحد المعلومه، قلتي هانيه وسما صافيه ضرب دني بركله، هذه كتخصني قلبي في خطر وديته للسبيطار وطلع لك شي حاجه في التحاليل، هذه كتخص يوسف زين ماشي انا، باش نصحح لك غير المعلومه كمبدئيا ماشي اغنيتي هذيك. ثاني حاجه احنا عاملين اغنيه كوميديه ماشي اغنيه جديه. احنا ما عملناش اغنية عندما ذهب الولد الى الطبيب واكتشف ان لديه مرض في الرئة الى اخره. احنا ما عملناش، انا عمري ما قلت انا كنقدم رسالة او انا كنوجه للمجتمع او انا حامل شعلة، انا عمري ما استعملت هذه المفردات. انا دائما كنقول اني مصدر فرح للناس، اني مصدر تسلية، واللي باغي يسمع اغاني جدية بحال اللي غنيت من قبل من 2015 لقبل او 2016، راه كاين ريبرتور عندي فيه جوج الالبومات وفيهم اغاني فيهم الجدية اللي تشبع منهم، فيهم الالحان اللي تشبع. وجا واحد الوقت اني عندي واحد الطاقة ديال الفرح، عندي واحد باغي نصدر الفرح للناس باش بواحد الطريقة خاصها تكون كوميدية. فانا كنقيس اغاني هادو جدادي الا بغينا نقولهم المرحله الجديده من عقلي فقد عقله لليوم، كنقيس على الدراري الصغار اللي كنتلقاهم عندهم 5 سنين، كيكونوا عارفين باللي هما كيسمعوا رساله كوميديه، ما كيكونوش عارفين باللي انا كنلقنهم درس في شي حاجه معينه. ومادام الاطفال 5 سنين كيعرضوا عليا اغاني كيف ما قال التاريخ من البدايه الاغنيه حتى النهايه، وكيكونوا عارفين باللي هما كيضحكوا هذاك الشيء فرفان معمول لهذا، راه كان انا كنرتاح وكنقول بالرساله ديالي ما وصلت شي غلط. هادشي اللي نقدر نقول لك. والكاتب الكلمات راه هو كاين معانا، وانا الحمد لله كنستشر الوالدين، كنستشر الاخوان، كنستشر الاطفال، كنبدا بهذه القاعده هذه. الا كان كاين مشكل كان هما ادرى الناس واول الناس اللي غادي يعرفوا باللي كاين مشكل في الكلمات. وهادشي اللي كان ياك انوار. انوار كصفت كاتب كلمات وموحي ديال لو مورسو، ما نكرهكش تجاوب خاي محمد موجده. شوف انا نقول لك واحد المساله، شوف هو الموسيقى والفن هي عباره على الذوق والاذواق لا تناقش. شوف كاين واحد الخط احمر ما يمكنناش نفوتو، يعني ما طبعا حنا ما قلناش شي كلمه يمكن كتخدش الحياء، هذا كلام يعني ما كنظن هانيه او هذا الكلام اللي تقال كامل يعني كاملين كنداولوه. الو يعني احنا ماشي خدشنا الحياه ولا شي حاجه، لا هذا الشيء طبيعي يعني. يمكن هذاك الانسان عنده ذوق اخر، كيسمع اغاني راقيه وكذا وكذا، متفق معك كنحترم ذوقك، ولكن هذيك الاغاني الراقيه ديالك يمكن عند الاذن ديال واحد اخر يقول لك انا هذيك كتجيب لي الناس مثلا. متفق معك. فيعني كل واحد كيسمع داك الشيء اللي هي اذواق، هي مجرد ذوق. ما غنيناش لجميع الناس، راه كاين واحد السيل كتقدمه لواحد الفئه معينه من الناس. وكيف ما قال انور ما كاين حتى شيء خايف في الاغنيه، كان واحد التدخل ديال لا ماناجير ديالك بغات حاول تدخل غير بهدوء. السيده منفعله بزاف. لا ما عندناش نتفاعل، احنا بالعكس نحترم الاراء ديال الجميع. تفضلي. هاد السيد هذا اللي عيط انا نحترم الراي ديالو، غير بغيت انا كنعيش مع معتز ودابا ولا معنا انوار في ليكيب، وكاين واحد السيد سميتو ايهاب، ماشي واحد غير كيجي وكيكتب كلمات. يعني الواحد ما كينعش بالليل، كنعيطوا في التليفونات، كنستشروا مع الناس كبار، مع لي زونفو، عندي ولدي في عمره 6 سنين حافظ الاغاني ديال معتز كاملين. حنا وصلنا في واحد المرحله ديال لو ستريس، انا براسي جو سوي ستيليست انيماتريس تيلي، عندي 3 برامج في تيلي ماروك. شحال من اغنيه كنسمعها ما كنفهمهاش المعنى ديالها، مي بغيت نشط. معتز غنى ريبيرتوار كبير وعريض طرابي اللي بغيتو، وهاد السيد اللي عيطي بحث قبل ما يهضر، باسكو السيد هذا راه بادي من 2010 وعداد الناس، كاين مطربين مخبين ما كيعرفوهمش الناس، ولكن سافو با دير كو ما فيديهمش، لا سو سون دي جون كابابل. انا اش كاين هو معنا عثمان ما كنتش كنعرفهم، كنت كنسمع ليهم مع عمري. انا مشيت لغادي واحد اخر في خدام حاتم فان ديالو وما عرفاش، كنسمع اغاني ديالو وتبارك الله على اش كاين، ماشي حيت حاضر معايا عثمان.
دونك قبل ما واحد يقول كيشدوا الناس غير كيكتبوا كلمات ان الناس كيتعذبوا باش يكتبوا كلمات. وشكرا. شكرا بزاف. شكرا على الرد ديالك وفريم من فعله ولكن يعني داكشي من القلب. ولا قديت الا قديت الا قديت خاي محمد لي حاجه واحده اخرى. انا اوريجين كابيل الجيريان وهاد اللهجه اللي عيطات تطوانيه ماشي وجديه. المهم ماشي كامل ماشي كامل خاي محمد من وجده. الميساج ديالك وصل. الجواب هو كان تنظن مقنع وكيبقى كما قال لك حتى لو ما كانش مقنع. الاذواق لا تناقش وكل واحد ذوق ديالو موسيقيا كما قال خي انوار. وكتبقى الموسيقى ترفيه اصلا من الاصل ديالها ترفيه بس ان الناس تخوي. الميساج كاين بزاف الامور ولكن انا كنظن كان موسيقى في هذا الميدان المجال ديالنا اللي كاين دابا دي مخصو اللي كاين دابا كيتداولوا كيدوزوا اكفس 100 درجه من الموسيقى ديالكم. وفيهم لا وكاين فيهم ايحاءات فيهم ايحاءات داكشي مبهدل نقولوها. كاين فيهم ايحاء بالعكس. انا هذا المرسل ديالك عجبوني وكيبقى خي محمد رايك طبعا رايو احترام كنوجهوا له تحيه عليك. المنتقدين المحبين كاع اللي بغيتو مرحبا بكم. ديديكاس لكم سبيسيال توت سويت لا سيسيون لايف ديال نوفو مخصوك. هانيتون لايف هو اون تيست اول مره سبيسيال ديديكاس لكم تيست سور ميدينا اف ام. ياسين على جيتار معتز على بريستاسيون فوكال. خذ راحتكم ليتس جو. ما عنديش مع الرياضيات ما كنضرب حساب الحد خاطيني كاع الوجهيات. ما نعاند ما نشد تشرق ولا غرب وتطرطق به ولا خليه قالوا لي تخوص قرا سكه. وما عنديش مع الرياضيات ما كنضرب حساب الحد خاطيني كاع الوجهيات. ما نعاند ما نشد تشرق ولا غرب وتطرطق به ولا خليه قالوا لي تخوص قرا سكه. وعندي هانيتون واسمرا صافياتون ضرب الدنيا بركلاتون شاتون نهار وليل. عندي هانيتون واسمرا صافياتون ضرب الدنيا بركلاتون اللي يبغى يربح العام طويل. انا عندي هانيتون انا ويطا واسمها صافياتون. انا ديما هانيتون انا ويطا هانيتون. ما عنديش مع الجغرافيا لا حدود ولا قيود نبغي نخلي الناس وليا وديما هاني عايش برضات الوالدين عمري ما نعطي لحد بظهر سلوك 20 الى 20 امرت اناني. ما عنديش مع الجغرافيا لا حدود ولا قيود نبغي نخلي الناس وليا ديما هاني عايش برضات الوالدين سلوك 20 الى 20 امرت اناني. وعندي هانيتون واسمها راسها فياتون يا بركلاتون شاتون نهار وليل. عندي هانيتون وثمرة صافياتون هاي ضرب الدنيا دنيا اللي يبغى يربح العام طويل. انا عندي هانيتون انا ويطا وثمرة صافياتون. انا ديما هانيتون انا ويطا هانيتون. انا عندي هانيتون هو اسمها صافياتون ديما 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 هانيتون. ابو جوز لايف سيشن سور ميدينا اف ام. وصباح الله عليك ياسين. ميسي ميسي ولا ماشي ميسي؟ ميسي ديال الجيتار والله. ياسين واعر الصراحه برافو عليكم. ودابا طلع لي هذاك اللايف دابا طلعت لي الطاقه ديال اللايف. ياسين نكملوا نزيد نغنيو شي حاجه. سير خذ راحتك. عندي واحد التراك تعجبني ديالهم من 2012. انا عندي ميتيت غومارك راه تعجبني داكشي ديالك زوين كذا ولكن اون لايف راه عندك الصوت مع شيري قينك من الدوبلاج لي بيست. ما عندناش مع التكنولوجيا. ما عندناش مع الرياضيات مع الجغرافيا مع التكنولوجيا. مع البري حنايا. البري. انتو كتسمعوا عليك. الله يحفظك. سون بالون. ليتس جو يلا. ما حد لون في كاينه سبيسيال ديديكاس كاع لي زوديتور دو ميدينا اف ام ارت سماك ياسين ان مورسو كي لوي بلاي. ديديكاس لكم. اي سيرتو من عند خاي معتز. 2012 سيرو قلبوا عليه وسمعوا. يلا واعر. الله يجعل أسرجع لك أخويا يا ربي آمين. سير الله. Let's go ياسين. رجعي ليا
مشاعري خليني جنب تقريب نسيني فقتي لصعيب هادي حالة ما هي حالة وهاد البعد كيف يتسلى هادي حالة ما هي حالة وهاد البعد كيف يتسلى عارش عيني خلينا نعودوا ليام بدينا حطوا الأحلام يكبر فينا الحب بسلام ارجعي خلينا نعودوا ليام بدينا حطوا الأحلام يكبر فينا الحب بسلام ارجعي خليني جنبك قريب نسيني فوقتي لصعيب هادي حالة ما هي حالة وهاد البعد كيف يتسلى هادي حالة ما هي حالة وهاد البعد كيف يتسلى رجعي لي 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 شكرا جزيلا ايه صافي بليزير بطلع عليك معتز شكرا تبارك الله عليك خطير يا صاحبي هادشي واعر بطلع عليك بطلع عليكم هادشي انا ملحن وكتبوا هادشي الايام العز والشباب واحد الشونجمون كان كنت باغي كدير اللي هو فين قلبتي رجع عليا بالثلاثه كان كومبليت زيدنا واحد دير لي الرفرا قلبها لي شان حيت راه ما يمكنش خاصكم تشوفوا داك الشونجمون كام تيبان بلي راه حتى وحده في جوج اما كتحب واما ما بغاش لا ميوزيسيان صحيح تيعجبني الموسيقى ديالها ما حبك شوف ياسين دابا شويه غادي نغنيو فاتك الوقت نخليونا من رجعي دابا شويه نديرو فاتك الوقت راح نغنيوها لان فاتك الوقت خصني كاع الناس يسمعوها شي حاجه من القلب بحال اللي غنات هاجر شي حاجه من القلب نغنيوها دابا شويه نغنيوها دابا نيتا عثمان ولا بلاتي شويه شو ليميسيون ديالك اخاي معتز دير اللي حبيتي غني بالعكس راك تضربني انا سير يلا سير ياسين رجعت ولا ما رجعتش دابا ما رجعتش دابا نقولوا له فاتك الوقت راح ياسين فوق ما بغيتي صول 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 فاتك الوقت راح راح سترو طار ما تقوليش اللي كنا انا وياك بيان ايه كنت معايا معايا عينك في مول الدينار ما طري لي سنتي واللي تعلف غوتك الدنيا والحطات كتار البس حرير والكوير وزدت الداء واللي تدت كامبريا واللي قيسك تمسحي الغبار اجهلتي بزينك يا اختي والله سيبا بيا غوتك الدنيا والحطات كبار البس حرير والكوير وزدت الدايم واللي تتكبري واللي قيسك تمسحي الغبار جهلتي بزينك يا اختي والله سيبا بيا فاتك الوقت راح راح الستر وطار ما تقوليش اللي كنا انا وياك بيا كنت معايا معايا عينك في مول الدينار ما طريالي سنتي واللي تعلفة كنت شابة وخسارة فيك كلام العار رايك الدكة يا اختي صلتي بلا فراء راحت لفنير راحت لك الدار ولو كان قنعتي بياسين ما يفوتك دراية وفتك الوقت راح راح السطر طار ما تقوليش اللي كنا انا وياك بيام كنت معايا معايا عينك في مول الدينار ما طري لي سنتي واللي تعلف يا 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 يا
شكرا. سي مانيفيك سي مانيفيك شكرا. ريبرتوار نقي و جو سوي سيغ دوز البوم و ديبي 2010 بزاف د المهرجانات موازين. انت وانوار تديروا فو فورمي بون ايكيب. عندك ان تيم دابا تصوير مانجمنت, عندك دي ميوزيسيان الحمد لله tu es vraiment نقولوا دون لو تيرم بروفيسيونيل. صحيح مدور بولاد الناس الحمد لله, مدور بإيهاب رأيهاب حخي الصغير, ولكن كيتحمل مسؤولية كبيرة, كيتحمل معايا في الاختيارات, في الستريس, كيكون مدير فني في الكليبات ديالي, كيتعب وخا مازال صغير ولكن عنده ما يعطيه. هو ديجا فنان يعني ساكسفونيست, كيخلي الآلة وكيخلي الموسيقى ديالو وكيعطيني بزاف ديال الوقت. نسرين يحي اللي شنو ما قلت ما غنو فيها جي صراحة, لأنك تعرف أنت أدرى الناس واللي تقدر تحس أن أي فنان خصو شي حد يكالي عليه, يهز عليه, يعاونه, يحس بلي ماشي يد وحده, يفكر في المنفعه ديالو. فوالا يفكر في المنفعه, لان نسري ما كتفكرش في راسها تماما, كتفكر غير فيا انا نكون في بر الامان, اما هي في قاده بمشاكلها. انور مقدور صافي الناس عرفوا بلي احنا يقدر غدا ولا بعد نقدر نغني انا من كلماتي والحاني, كيبقى هو داك ساعه غادي يكون عن معاه الشورى, ولكن احنا مازال خدامين ومازال كان زعما كنبغي نعمل كنبغي نقلب فهمتي كنقلب الموازن. باقي كان دائما كنفتشوا على افكار جديده, وهو راه جاي له اعمال مع فنانين مغاربه محترمين. ان شاء الله غادي تسمعوا اعمال واعره 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 بزاف, وان شاء الله الله يكمل عليه بالخير وتنتخي. اللهم امين. جوستمون ندوز عند خي انور باش نهضر معاك. جوستمون دابا انت كومبوزيتور ارانجور ملحن ايتو, شنو هي وجهه النظر ديالك انت في الموسيقى المغربيه اكطويلمون؟ اش غادي نقول لك, موسيقى مغربيه يعني نورمالمون كانت مزيان واحد عام قبل, كاين شويه الا شفنا الميبيان غادي نجبروا شويه ديال الانهيار. كنظن حيت ما كاينش اختلاف, ما غاديش نشكر الاستراتيجيه ديالنا, ولكن لو كان كل شيء كينهج هذه الاستراتيجيه هذه كنا راحنا مزيان بزاف. يعني تصور الا كان عندنا 100 ارتيست في المغرب وكان كل واحد كيفكر انه يدير فكره جديده وكذا وكذا وكذا, غادي تجبر عندنا واحد التشكيله كبيره ويمكن نوصلوا للمستوى. متفق معك بزاف انا في القضيه, حيت كان بزاف ديال التشابه مؤخرا. دابا مؤخرا كل شيء الراي مؤخرا عاوتاني كان هذا الموجه ديال الواي واي, شنو نظركم فيها نتوما؟ مزيان ولكن حاول دير شي توش ديالك. مثلا احنا راه عندنا الرايف فهنيته, عندنا الرايف ولكن واحد توش سبيسيال, يعني ما كاينش بحالها. يعني واللي كيسمع الاغنيه يمكن وحده اللي كاينه في التاريخ كاع. يعني احنا مزجنا الكات كات ديال الهنود مع الراي وكذا, وعملنا شي حاجه سبيسيال. يعني لو كان كل شيء كيفكر بهذه الطريقه انه يحاول يقدم حاجه جديده, ماشي غير حيت هذيك ناجحه غنديروا بحالها, لا, يعني كل واحد يفكر يدير حاجه جديده. فانا قلت لك غادي تجبر عندنا واحد التشكيله كبيره ديال الاغاني, وغادي تجبر يعني نجاحات. يعني طبعا ماشي كل شيء غادي ينجح, لان الاختلاف كيف ما وقع لنا دابا, ها اختلاف يعني كاين واحد النسبه اللي ما تقبلوش, ولكن الا ما ضركش بزاف, الا ما نفعكش اكيد ما غاديش يضرك. جوستمون جبت واحد الاختلاف واحد اللون موسيقي دابا اللي هو ديال معتز ديالك انت, كيشبه لكم دو مورسو دو سينجل اللي غادي في واحد المنحه. واش ما كتظنوش ان كاين شي ناس اللي غيتبعوكم في هذا لو ستيل ولا يحاولوا يكلونيو الموسيقى ديالكم؟ هو بيني وبينك اخي عثمان هو صعيب, لان الى لاحظت الجمل الموسيقيه, الجمل اللحنيه فيها سريعه ويعني مشكله, ماشي فيها نفس قريب الراب شويه. فوالا قريب الراب, والراب مغني فهمتي, الراب مغني. وانا نكمل على الكلام انور على السؤال اللي قلتي في القضيه ديال الموجه, الاغاني الواي واي الواي شنو الواي واي تقول الواي واي الواي واي. انا صراحه كيعجبوني, انا كمستمع كنفرح في الطريق وكنفرح في الحفلات, كيعجبوني نسمعهم فحالك بالضبط. غير وكان الطريق هذه اللي احنا متابعينها انا وانوار والايكيب ديال العمل هي وقيله صعيبه وفيها مغامره, فهذه بريس دو ريسك فوالا, فيها بزاف. وانا ما عمري كنخاف من الانتقاد, مادام انا مأكد باللي انا كنعمل حاجه جديده فانا ديجا كنكون مجهز نفسي ونفسيا موجد باللي كاين الناس غتبغي وكاين الناس لا. بعض المرات احنا هاد هنياتون هاد المزغوبه هاد هنياتون ما خليت كلمه ما عملتلاش الكوريكتور صح مع انوار, كنقول له كنعس ونوض كنقول له لا, وشوف الاطفال والناس وهذا وننصح
زوينه هانيه هي المشكل هانيه وجابت بزاف ديال الكريتيك ولكن الكريتيك الناس كيشريوها بالفلوس دابا كيتمنى شي حد اللي يهضر عليك انا ما كنظنش ما كاين شي واحد بيكونش في النهار ديالو ما يقولش هانيه واخ المفروض كيقول هانيه على الخايبه وعلى المزيانه هانيه زعما راه على الخايبه وعلى المزيانه سالكه سالا عملتي فيها الخايبه كيقول لك وهانيه ولفنا ان توكا تنقول لكم انا كنشوفكم كوم اون بوفي دوكسيجين بالنسبه للميليو ارتستيك اللي واقع دابا داكشي زوين ما كيسيون هي بالنسبه ليماج معتز ابو كنشوفوه كنسمعوا موسيقته ولكن ديك الكليب فيديو مازال ما شبعتي البوبليك ديالك ان كليب فيديو جديد ولا شي حاجه وهما المفروض دابا لحد الان عندي اربعه الكليبات في هذا المعمعه هذه كامله عقلي فقد عقلا نزلت كليب وهنيه انت نزلت كليب واخا الناس كاين اللي عرفت الحضور ديالك في التلفازه مثلا انت هو اللي وقع ما وقع والو وقع ان كل حاجه كتجي في وقتها انا ما كنبغيش نعطي هذيك الافكار السلبيه للناس باش ما يتاثروش بها لان كاين ناس كيجبروا منبر اعلامي بحال هذا محترم والكلمه غتكون مسموعه غادي يبدا يقول انا عباد الله مضطهدني والناس ما لا ما غنقولش هكذاك انا غير وقيتها جات وقيتها الحمد لله في عقلي فقد عقلام ما خليت الميديا ديال العالم دوزت فيها مزيان من البرامج ديالنا التلفزيون ولي راديو وحتى دابا فهنيتون كيقول لي انور هدا شويه راك عيقتي لان الحمد لله كاين منابر اعلاميه بزاف طلعنا فيهم وملي كتبدا كيف ما قلت يا اخي عثمان كتبدا تدعم الحاجه جديده ومختلفه والناس كيبدا الهضره عليك فكتبغي الميديا تصادفك وتقول لك او يجرك لسانك فوالا فانا ما كنبغيش نقول كاين شي مشكل انا كنبغي نقول كل حاجه كتجي في وقتها مزيانه وبحلاوتها ملي كتجي بعزه وكتجي بحلاوتها كتكون واعره الحمد لله كتكون واعره دابا بحال انا عثمان اش كاين جلاله تقدروا يكلم بلاتي يكلمني ويقول لي تجي لعندي في عقلي فقد عقله واخا وقع المشكل وكنت سافرت وبعد التليفون هذا بالنسبه لي انا انتصرت انا ربحت لا مزيان لا انا ربحت ماشي عيب ان الانسان يطلب دابا بحال انا مثلا ما يقرب لي الجديد غنعلمك تليفون هذا ماشي عيب لا ماشي عيب ولكن هذا مقبول كدير خدمه ديالك كارتيست نورمالمون عندك التيم ديالك لا مانجر ديالك كديرها الغولاسيون بريس كيديرها دونك بزاف الناس اللي ما عندهمش هاد لا شونس الحمد لله انت شويه بيان اونطوري مي عثمان جلاله تقدروا يهز التليفون ويهضر معايا يعني انا انتصرت انا ربحت صافي هذاك الشيء اللي كنت كنفتش عليه بعزو هادشي اللي كاين يجي بعزو يكون مزيان كرياتي انت وانوار دبت واحد الحاجه اللي هي مديكاليو وانا كيعجب عليا لوريجيناليتي وشي حاجه اللي خدمات وزوب بالنسبه لك عثمان جاني فاس عطاني الطافق قال لي شوف انا يلا عرفتك من عقلي فقد عقلي انا ما كنتش كنعرف جاني نيس صفقوا على عثمان حتى هو تبارك الله يسموك داكشي ولكن داكشي زوين ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله هذه اخر سؤال بالنسبه لك انت وانوار هو انكم الناس ديال تطوان شفنا بزاف ديال الفنانين كاينين كما قلنا بزاف يا زهير باوي نعمان عماد انت تبارك الله وكاين واش ما نقدوش نشوفوا تبارك الله النخبه كامله في شي عمل مشترك ولا في شي حاجه ولكن شي شويه ديال الحجازات بين لي زارتيست ولا كلشي بخير ولا شنو وقع في تطوان انا كنظن في تطوان كلشي بخير واش تقد بوتيتغ ان فيتشورينغ جامع كلشي شي حاجه بور لو بليزير بور لو بليزير دي فان كاملين بوتيتغ واخا صعيبه شويه حاجه طويله بزاف ولكن واش تقد تكون في زازا حلم العربي ماشي حلم التطواني التطوان نظرك والله ما نعرف يمكن شوف انا في الستيل انا مختلف حقيقه انا مختلف ولكن قدروا مثلا الى جات صدفه نقدروا نفتشوا على شي حاجة مشتركه اللي غيتوالى من الناس كاملين ما عرف تكون شي اغنيه وطنيه تكون شي اغنيه شي نهار على الكره تقدر تكون اغنيه شي حاجه ما نعرف يقدر هذه حاجه وارده انوار ماشي مستحيل طبعا نقدر نقول ان كل شيء دابا غادي خدام كيشق طريقه وخدام على الكارير ديالو بالضبط انا نقول لك راه مثلا الا جيتي تشوف غير واحد عام قبل كنا ديما يعني مجموعين كنا غير واحد عام قبل دابا كل واحد كيفكر في الكارير ديالو كيطور تطور نفسه واحد في مراكش واحد في كازا واحد ما يعني الا جبرتي جوج مجموعين مع بعضهم راه هذاك هو الربح وراس المال يعني كل واحد فين كاين وعد من هنا واحد عام اخر يمكن جبر واحد في المانيا غيتزيد يتشتت الشمل عام اخر حرقتهم جي طوان دابا لا هي كانت ديك انطلاقه كانوا مجموعين فهمتيني حاجه عاديه ان كل واحد كيفكر في الكاريير ديالو وكيديفلوبيها ويسوونها والانسان كل ما كيتقدم السن كل ما كيتبدلوا له الافكار وصافي ما كيبقاش ينسجم مع اصحابه في الافكار وكذا هاو بدا كيغلط يتقدم في السن هو اللي تقدم في السن لا ماشي هذا شاب 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 انور شاب لا دير ماشي عقلوني ساعه ماكي ان توكا سان في بليزير انكم جيتو عندنا مالوغوزمون لو طون كي نوزا بارتي تو سا صافا معكم زوينه ونزاد وين هذا لختكم ما كنعرفش نكس معاكم ربع السوايع اكثر من هادشي مي مالوغوزمون هادشي اللي عطى الله شكرا للحضور ديالك خي معتز شكرا بزاف خي انوار شكرا للحضور ديالكم وعلى الظرافه ديالكم التواضع وشفتوا الفن ديالكم ميرسي دي فينو سور ميدينا اف ام جو فو ليس لو مو دو لا فان ديديكاس بالنسبه لي فان ديالكم خذوا راحتكم
انا بالنسبه لي انا صافي فرحان وغادي مزيان اموري ناضيه. كان لقاء واعر بزاف ياك انور. كان لقاء واعر. جينا تلفنا في الطريق انا ونسري محمد معليش. ايهاب توجه من تطوان. اليوم ديما كنوصل قبل منه. اليوم وصلت قبل منه بكري. ديما انا ديما واخا تعطيني نقول كلمه انا ما نقولش كلمه على راسي. احنا كاملين بينا اليوم عندنا شرف لانك فنان كبير وانت اللي متواضع فخليتينا احنا نكونوا هاد الجلسه هادي بحال اللي جالسين في الدار. شكرا كاع ليكيب اللي معاك كاملين. ياسين دراري كلشي تبارك الله عليكم. ميدان اف ام دائما توب ان شاء الله. انوار تفضل خذ راحتك. شكرا بزاف عثمان. شكرا مدينه اف ام اللي رجعت الدار ديالي. وافقكم مره بغيتي المره الرابعه وقيله ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون ماشي الاخرى مازال الرابعه معكم. شكرا لكم بزاف. انا الناس عزيز عليا بزاف. تصور يمكن هي المدينه الثانيه مورا تطوان اللي حفظتها دغيا. دراري ميرسي انكم جيتوا. الناس اللي كيسمعونا لي فان مدينه اف ام عند بغيتوا تصيفطوا لنا ميساج في لابوات ميل سي بوسيبل www.medinafm.ma. عندكم اون ايدي سور ان ارتست اون اونفي دارتست قولوا لنا احنا نجيبوا لكم اللي قدرنا عليه افيك ان غون بليزير. ميرسي خي علي لا ريجي تكنيك, ياسين لا غيتار, حمزه على فيديو رياليزاسيون فيديو, روبير رباني توفيق الرباني على ريسبونس ابل مدينه اف ام بور لوبورتونيتي. تهلاو في الوالدين الناس كاع قاعدين الانستغرام كلهم متبعين لايف هما خيمه معتز. تسلموا عليك كاملين. بيس. تهلاو في الوالدين.